Ooh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إخواني وأخواتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج الخلاصة نستخلص فوائد تربوية وإيمانية بالحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على التفكير الإبداعي وعلى وجود الحلول البديلة لكل مشكلة وهذا ما نحتاج أن نربي عليه أولادنا من الصغر أن كل مشكلة في الحياة لابد أن يكون لها مجموعة من الحلول ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله تعالى بالداء أي مشكلة أو مرض إلا أنزل له دواء أي علاج وشفاء من هذه المشكلة أو من هذا الأرض ما أنزل الله تعالى بالدين إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهل فنبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة على إيجاد الحلول البديلة وهذا ما نحتاج أن نربي عليه أولادا ويحتاج الإبن قبل أن يتصرف في أي مشكلة تواجهه أن يفكر في هذه المشكلة تفكيرا سليما. وأنا بقول للأب لا تتطوع بوجود حل المشكلات لإبنك قبل أن يبحث هو، عشان ابنك ما يتعلمش على الإتكالية. يعني الولد زهقان من كتابة أخطاء تقع فيها الأمهات، ابنك زهقان من كتابة الواجب بتاع المدرسة، الأم تقول له خلاص تقوم بس هي القلم وتقعد تكتب للولد، الولد تعود على هذه الإتكالية. انما بساعد الولد في ده، ولكن ان انت اللي تعملي ده على الولد، لا لا لا، سيكون هذه شخصيه سلبيه مستسلمه تعتمد على الاخرين اللي بيسموه ابن امه كما يقال عند عامه المسلمين. وعاوزين نقول ان التفكير قبل اتخاذ اي خطوه ان الولد يتعود على التفكير قبل ما ياخذ اي خطوه، ده بيمد الولد بالخبره الكافيه في التعامل مع الناس في الحياه، وده بي بياخذ بايدي الولد في التغلب على المشكله التي تواجهه وبيعلم الولد ان في حاجه اسمها الحلول البديله ثم تتركه تترك ابنك بقى يقرر القرار الصحيح وقد تساعده في ذلك والكلام ده عندنا يا اخواننا اتعلمناه من الاسلام اللي هو مبدا الشورى النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه الوحي من السماء فممكن يتخذ القرار وتاتي القصه انما رب الصحابه على الشورى حصل موقف معين ماذا نفعل؟ ما الذي نقدمه وما الذي نؤخره تبدا افضل تبدا احسن ولا بد من أجو... ولا بد من ايجاد الحلول البديله وده ما بنقول في حياتنا الزوجيه نصيحه للازواج والزوجات مش كل مشكله علاجها الطلاق والا لما قال الله تعالى في القران والتي تخافون لَشُوْزَهُنَّ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن حلولها تبكرش حكم بالاهله وحكم بالاهلها ان يريد اصلاح يوفق الله بينهما طب مش نافع عندنا من الحلول ان يطلقها في طور لا مشابهة فيه طيب يعني اذا عندنا مجموعه من الحلول اللي بنسميها الحلول البديلة شوف النبي صلى الله عليه وسلم علم بقى الصحابه ده ايجاد الحلول البديله والتفكير الابداعي وقد ورد بذلك الروايه فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الى اليمن قال له كيف تصنع إن عرض لك قضاء يعني في مشكلة بين الاثنين كيف تحكم بينهما قال أقضي بما في كتاب الله كويس جدا طيب ما كانش موجود بيعلموا الحلول الأخرى البديلة بقى التفكير الإبداعي طب ده مش موجود مش لاقي حل قضية في كتاب الله فقال له فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسلة رسول الله مش في القرآن خلاص أحل المشكلة بما ورد في السلة قال فإن لم تكن في السلة علاج المشكلة مش موجودة في السلة قال أجتهد رأيي ولا آلو أجتهد رأيي ولا أقصر قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال الحمد لله ده بصوت منه سعيد بيه قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه الإمام أحمد في البستان عايز أقول إذا بيربى الصحابة على كده على التفكير الإبداعي وعلى وجود الحلول البديلة لكل مشكلة وده المربي الفطن هو من يحاول تدريب الأبداء على هذا المبدأ العظيم مبدأ الشورى في الإسلام وتشجيع الأولاد أن يعبروا برأيهم وعدم استصغار رأي الأولاد ولذلك شارك أولادك طالعين الرحلة العمرة مثلاً مع بعض او طالعين مصيف غير مختلط اماكن خاصه ودي موجوده في مصر فانت تتكلم على الاولاد يا اولاد نروح العريش ولا نروح فايد ولا نروح فين وخد راي اولادك ولا تحتقر راي الولد ولا راي البنت في الصغر ليه عشان الولد يتعود على الثقه في نفسه يتعود على انه كبير يتعود على انه له راي يتعود على انه بتستشيروه في الاراء خاصه فيما يخص الاسره هتجيب سياره جديده يا ابو لا ايه ولا ايه ولا ايه شارك الولد ولو ولو كان راي الولد عدك بالذهبيه ولا هيفيدك في القضيه بس عود ابنك انه يفكر معاك عود ابنك انه يوجد الحلول البديله عود ابنك على مبدا الشورى في الاسلام عشان لما يتزوج يعمل ده ياخد راي زوجته راي اولاده ودي منحه الهيه بلا شك العقل البشري ده بيلحق إلهية من الله عز وجل فلازم تشغله لازم إبنك مش يبقى مخه في أجازة كما نقول إنما ينبغي الولد إن تبدأ يتعود على مبدأ الشورى وعلى وجود الحلول البديلة لكل مشكلة يقع فيه شجع إبنك ولا تستصغر رأي الولد وعود إبنك على على حل الأزمات اللي يقع فيه وحل المشكلات وبذلك قولوا يا احنا لما يكون عندنا مشكلة عشان نحلها لابد ان يكون عندنا خطوات متألية متدرجة نمشي بقى في حل المشكلة اول حاجة نعملها لابد من تحديد المشكلة بدقة متناهية نحدد المشكلة زي الولد مثلا عنده مشكلة في المدرسة قال لك بابا انا عندي مشكلة في المدرسة هو حدد المشكلة لا مشكلة مع مين؟ مع الناظر ولا مع المدرس ولا مع التلاميذ ولا مع نفسه ولا مع مين؟ لابد من تحديد المشكلة بدقة تحديد الغاية التي يريد الابن الوصول إليها انت عاوز توصل لفين يا ابني عاوز ايه يعني ايه الغاية بيه كده ثلاثة التبهل والتفكر قبل القيام بأي عمل قبل ما ياخد خطوة في حل مشكلة لابد للولد يفكر قبل هذه الخطوة استخلاص أكبر عدد كبير من الحلول للمشكلة انت إيه دلوقتي مثلا او استخدم اولادك وتطلع تسافر إلى أهلك في قريتك مثلاً تسافر من القاهرة إلى المنصورة هتركب السيارة بتاعتك الخاصة أنت بتحب التكييف أولادك ما بيحبوش التكييف صارت مشكلة صارت مشكلة وكيف الحل؟ ولا من الأولاد يقول لك يا أبتي بكرة الشهر التكييف شوية وبعدين نفصله ده وده واحد تاني يقول لك لا يا أبتي أنا اللي عاوز تكييف يقعد قدامه واللي مش عاوز يقعد طب وايه كمان؟ خلاص يا ابتي انت احنا ممكن نسافر بالسياره وانت تركب اتوبيس وتيجي ورانا. واحد رابع يقول لك يا ابتي خلاص احنا اللي ورا هنفتح الشباك بتاع السياره نفتح الازاز وحضرتك تقفل الازاز من قدام. كل واحد له طريقه تفكير بس عود ابنك ان المشكله اللي عنده لابد ان يوجد لها مجموعه من الحلول. عشان يتعود على التفكير الابداعي. وبعد ما اختار مجموعه من الحلول ابدأ إيه تكلم مع الولد التفكير في مميزات كل حل وفي عيوب كل حل مش مش جه في دماغه انا اخد التفكير ده وخلصت لا قول له يترتب على هذا التفكير اللي انت قلته من المميزات واحد اثنين ثلاثه اربعه ايجابيات ويترتب عليه من السلبيات واحد اثنين ثلاثه اربعه مش الولد يتعود ان قبل ما يخطو اي خطوه لابد ان يفكر لهذه الخطوه ويعمل لها جيدا بعد التوصل للحل لابد من إخضاعه للتجربة هذه الخطوات تعلم الابن كيف يواجه المشكلة عشان مش هينفع في كل مشكلة يعتمد عليك كأب ولا يعتمد على أمه ولا يبقى ابن بابا سيد ما يحصل مشكلة بابا عيب عليك وانت عريض ما شاء الله عليك قد العمود كده تحصل عندك مشكلة بعد الجواز كل شيء تقول بابا عيب عليك ده التكبير لازم تتعلم كيف تدير أزمات بيتك ولا بد أن يعلم الأولاد على هذا من الصغر الابن مثلا يأتي باكيا الى الاب فيقول له بابا اختي ضربت وخدت لعبتي اول حاجه نعملها يحاول الاب التعرف على المشكله طب ايه الغايه يا ابني من الوصول ايه الغايه من كلامك اللي انت قلته ان الولد عاوز يوصل للعبته اللي اخته خدتها ثم التمهل قبل ضرب اخيها فربما ادى ذلك الى تعقيد الامر أربعة، استخلاص عدد من الحلول الممكنة. يمكن الاثنين يلعبوا مع بعض أو كل واحد يجروا لعبة مختلفة، أدي من الحلول. خمسة، التفكير في نتائج هذه الحلول. وأخيراً، تجربة أحد هذه الحلول بعد التفكير في مميزاته التي ترجح على عيوبه. يبقى إذا عاوزين نقول يا إخوانا خلاصة القول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ربى أصحابه على التفكير الإبداعي. وعلى اي وعلى ان اي مشكله موجوده في حياتنا لابد ان احنا نوجد لها مجموعه من الحلول والولد لو لم يتعود هذا منذ الصغر واللي انت تشارك ابنك مشاعريا ووجدانيا ونفسيا في كل القضايا التي تمر بها ابنك لن يتعود الا الاعتماد على الغير عشان كده يكبر مش عارف يحل مشكلته تبقى مشكله صغيره جدا بس حاسس ان غرقان مش عارف يتصرف ولا عارف حتى كيف يفكر الناس صلى الله عليه وسلم علم سيدنا معاذ بن جبل انت لاهل اليمن اه لابد تحل شخصيه كل انسان قدامك عشان تعرف تعرف كيف تتعامل معه ومع ذلك قال له طب لو جالك اثنين متخصصين تتعامل معاهم ازاي؟ احكم فيه بكتاب الله طيب ماشي هذا حل مش موجود في كتاب الله قال له بسنه رسول الله مش موجود في السنه اجتهد رايي ولا قالوا ولا اقصر فالنبي صلى الله عليه وسلم سعد لهذا ايما سعد ولذلك اللي سيدنا النبي رب عليه اصحابه احنا عايزين نربي اولادنا عليه ما نربيش اولادنا على الافلام والمسلسلات والكليبات والاغاني الولد اول ما هيعق هيعقك انت مش المجتمع ابتداء هيبدا بك انت كاب لك ده تدا قديمه تفكيرك غريب ايه الموضوع وولد منتهى الجراه الولد بتكلم معاه لي يا بيقول لي ابويا بيقول لي سيب الافلام والمسلسلات ابويا ده عايش في كوكب تاني ولا ايه هو حد فينا يقدر يستغنى اللي يشوف كليبات وافلام ومسلسلات اه الولد اتربى على كده من الصغر عاوز ايدك في الكبر ينشا على ايه انت بدا ربنا يهديك بعد سن بقى المعاش ولا تروح المساجد وتسمع عن الله وعن رسول الله فعرفت ان الكلام ده كلام دي بما يفسد الدنيا والاخره بما يفسد عفوا بما يفسد دنياك واخراك ففي الوقت ده تيجي تلحق اولادك اللي ربيتهم على هذا الكلام من الصغر انك يشرد منك بعيد عنك فلذلك يا اخواننا يا احبابنا الله يرضى عنا وعنكم وبارك فيكم ابنك تحت ايدك قدره وشجعه واحترمه وحبه وادفعه الى الامام ومع ذلك عود عود ابنك من الصغر كيف يدير الازمات التي يقع فيها وعلمه كيف يوجد مجموعه من الحلول ويختار الحل الامثل والافضل وشوف النتائج المترتبه عليه وشوف سلبياته وايجابياته حتى نصل ان شاء الله تعالى باولادنا الى بر الأمان اسال الله تعالى ان يبارك فيكم ونسدد خطاكم ونبارك في اولادنا وذرياتنا وان يجمعنا بكم دائما وابدا على الخير وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته